يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. ليش ليفاي قصير؟ اي 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 ركزوا انه قصير وليس قزم، لانه القزامة شيء، قصر القامة شيء اخر. على كل حال، السؤال هذا انطرح بيني وبين واحد من الشباب اثناء ما كنا نسولف عن اتاك اون تايتن. تكلمنا عن ارمن وذكاءه، وعن عظمة ودهاء القائد الكبير ايروين، وعن خفة دم هانجي، وعن شجاعة ميكاسا، وعن غرابة التحول اللي صار لإيرين، وعن التضحية الكبيرة اللي قدمها فيلق الاستطلاع للبشرية، وعن الملك فريتس، وعن الأسرة المالكة، وعن بارادايس. ما خلينا أي شخصية يمكن إلا وتكلمنا عنها، إلى أن وصلنا إلى ليفاي. اسمحوا لي بس أشيل العباية دي، أنا توقعت أنه التصوير فيها سهل، بس لا والله إنها صراحة يعني متعبة شوية، بس إيش لها، نكون لها الاحترام هي والشعار الجميل هذا حبيبي. المهم يا حبيبي، سولفنا ما خلينا شخصية تقريبا فتاة كونتايتن لو سولفنا عنها، إلى أن وصلنا إلى الجميل واللطيف والمعضل جدا ليفاي، وتكلمنا عن قوته وجبروته وبروده الحاد جدا وندرة ابتسامته، وإيش هو سبب حب الناس له بالرغم من قلة كلامه. لفجأة يعني كذا وإحنا في نص الحوار اللي صاحبي قام قال لي: بس ليش يا أخي ليفاي قزم؟ قلت له: لو سمحت، ليفاي قصير وليس قزم، لأنه في فرق بين الاثنين الله يرضى عليك. قال لي: أوكي لا تشغلني مخك، بس من جد ليش ليفاي قصير؟ يعني الكاتب أعطاه قوة وجبروت وقدرات هائلة جدا، يقدر يطيح بأطنخ عملاق، ليش ما خلاه معضل أو طويل أو مثلا على الأقل بنية الجسدية ضخمة؟ قلت له: إيش قصدك أنت؟ يعني عندك مشكلة مع الناس القصار؟ إيش مشكلتك أنت بالضبط؟ بالمناسبة هو ترى مرة طويل، طوله 180، الله أكبر عليه. قال لي: لا يا وجيه، بس ترى فعلا يعني شخصية ليفاي خارج الإطار اللي تعودنا عليه. يعني عندك إيرين طوله 170 سنتي، طول منطقي، يعني طول تعودنا عليه يعني في الأفلام والمسلسلات. ميكاسا برضو طولها 170 سنتي، زيك طوله 183، يا ساتر. إيروين يا رجل طوله 188 سنتي، لاعب كرة سلة. وراينر كمان طوله 188 سنتي، يا ساتر إيش الناس الطوال ذولي. قلت له: أنت بس مركز على الناس الطويلة، في ناس أقصر من ليفاي. هيستوريا يا عمي طولها يمكن 145 سنتي، يعني ليه ما قلت هيستوريا قصيرة ولا عشانها بنت؟ قال لي: يا أبويا هيستوريا ضعيفة والله، لا تهش ولا تنش، أنت كمان يا وجهي خلينا في الموضوع على أساسي. واضح إني حشرت له صح. المهم رجع وكمل كلامه وقال: بيرتولد يا عمي طوله 192 سنتي، يا رجل هذا ما يدخل من باب الغرفة، والله ما يدخل من باب غرفتي، لازم يدنك. وفجأة ليفاي أقوى واحد فيهم تقريبا، إذا يعني نزلوا كلهم كذا راس براس من دون عمالقة من دون أي شيء بجسدهم الطبيعي، نزلوا راس براس ضد ليفاي كلهم حيتلطش وحيدعس عليهم، وهو أقصر واحد فيهم. قلت له: هيا بالله ركز معي، تخيل بالله تخيل إنه ليفاي مرة ضخم ولا معضل، ما بتحس إنها صورة جدا نمطية للناس الأقوياء في الأنمي أو المسلسلات او الافلام او ايا كان؟ فبالعكس انه الكاتب يخلي شخص قوي وعنده كاريزما جدا فخمه ورهيبه بهذه المواصفات، اشوفها حاجه جدا فخمه وممتازه وعبقريه من الكاتب. المهم مقنع ولا تقنع، وش تقنع فيه؟ كيف تقنع واحد طوله 188 انه في واحد اقصر منه قوي؟ ما ينفع طويل يا عيال، هو طويل طويل صاحبي مره طويل، يعني اسولف معاه كذا. ايوه هو يسولف معايا كذا. ايوه الله، ليش ايش بي؟ المهم انه بعد حواري معاه يا جماعه صابني فضول، انا انسان فضولي، مخي ما عاد قدر يوقف عن التفكير. قلت: يا اخي يمكن في سبب، إسياما كمان مش اهبل، إسياما مش من الناس اللي يرسم شخصيات ويرميها كذا في الانمي، لا في سبب، اكيد في سبب، خليني ابحث. وافتح عمو جوجل واكتب: ليش ليفاي قصير؟ واي ليفاي اكرمن از شورت. والصدمه انه طلع في جواب، وقلت: والله الجواب هذا لازم اشاركه مع المتابعين، جواب رسمي ومنطقي وعقلاني جدا وتكرر في اكثر من موقع، عاد صح مش صح لكن لما تفكر فيه وربي منطقي جدا، ومفروض انه هذا الجواب يعني اذا الواحد فكر فيه كذا من دون ما يبحث يفترض انه تطلع معاه نفس الاجابه، بس اتوقع انه ما في احد قيد سال ليش ليفاي قصير، بس خاقين معاه كذا. هيسمعوا، خلونا نرجع الى ماضي ليفاي، حبه حبه راح نفهم ليش ليفاي قصير. قلت لكم إسياما ما هو اهبل، ليفاي قصير لسبب. اول شيء يا جماعه، ليفاي انولد في أسوأ واتعس الظروف تقريبا في بارادايس كلها. امه اول شيء كانت تشتغل في بيت دعاره، وبالخطا حملت بليفاي عن طريق احد الزبائن، والزبون هذا بعد ما شافها حامل فقع. ما ندري ايش بتضيف هذه القصه، بس ايش ناخذها حبه حبه، انتم مستعجلين علي. واول ما تولد ليفاي عانى من اشياء كثيره: سوء تغذيه،
بيئة جدا ملوثة وغير صحية لطفل. كبر ومشيت أموره إلى أن وصل يعني العمر تقريبا 6 سنوات 7 سنوات حاجة زي كده. فجأة أمه مرضت وبعد طول مرض ماتت، وجلس ليفاي قدام جثتها لفترة جدا طويلة بدون أكل وبدون شرب وبدون أهل، حرفيا بدون أي شيء، بس كده جالس قدام جثتها وميت جوع. حتى لما جاء خاله كيني وشاله من قدام جثة أمه، الولد كان عبارة عن جلد على عظم كده جمجمة، نحيف حرفيا نحيف بيموت. وفوق انه عاش في بيئة غير صحية واكل قليل وبيت فقير، كمان كان عايش في المدينة اللي تحت الارض، وهذه نقطة جدا مهمة يا جماعة. مدينة تحت الارض ما فيها شمس، ما في شمس معناته ما في فيتامين دال، ما في فيتامين دال معناته مشاكل في نمو الاعضاء والعظام. فضلا عن انه الطفل اذا ما تعرض للشمس او حصل على فيتامين دال بالكميات المناسبة راح يكون فيه فرصة كبيرة جدا انه ما راح يستمر في النمو، راح يوصل الى طول معين ويبنشر، ما راح يطول اكثر من كذا. فيتامين دال ما فيه، شمس ما فيه، هيا تخيلوا ليفاي مش بس لا فيتامين دال، فيتامين دال ما فيش، شمسي ما فيش، وكمان اكل ما فيش، وفوق هذا كله الاخ لما كبر طلع يحب يشرب شاي. يا عيني يا عيني عليك يا ليفاي. بتقول لي طيب ايش في شاي مزاج رايق؟ لا يا حبيبي، الشاي مزاج رايق بس ليفاي يعشق الشاي، وكثرة شرب الشاي تقلل من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، واللي على اثره اخونا زاد الطين بلة. فضلا عن انه في مصادر كثيرة تقول انه ليفاي يعاني من الارق، ليفاي ما ينام زي الناس، يعني لا فيتامين دال لا شمس، ويشرب شاي كثير، وسوء تغذية، وبيئة كانت ملوثة جدا وهو صغير، وعاش طفولة جدا قاسية، وكمان الاخ عنده ارق ما يقدر ينام كثير، ينام له 2 3 ساعات وخلاص يكفي. وكلنا عارفين انه النوم عامل جدا مهم في نمو الجسد والخلايا. شفتوا كيف الجانب الصحي والحيوي مرة مضروب عند ليفاي؟ هيا تعالوا على الجانب النفسي. إيه هذه قصة ثانية، لا تقولوا إنه الجانب النفسي ما له دور، له دور ونص. أمه ماتت قدامه وجلس يتفرج عليها جثة وهو طفل، يعني لكم أن تتخيلوا إنه ليفاي واجه الموت لأول مرة قدام عينه مع أمه، شاف الموت يمتص روح أمه قدامه وهو مو قادر يسوي أي شيء. لكم أن تتخيلوا قديش هذا أثر على نفسيته. أصدقاء عمره واللي تربى معاهم في دار الأيتام اتقطعوا حتت قدام عينه من أحد العمالقة خارج السورة. اي ركز معاه، فيتامين دال زيرو، شمس نهي، تغذية بريال، مشروبه المفضل شاي، والنفسية مضروبة. بالله ويش كنتوا متوقعين يطلع مايكل جوردن؟ سيبوكم من خوي ذاك الناقة الطويل، والله ما عنده سال، بس انه شكرا صراحة جبت لنا محتوى يعني الحلقات. بس فعلا يعني والله في سبب، يعني سياما شيطان لذي الدرجة. تخيلوا انه ليفاي قصير، مش بس كذا قصير وراثيا، لا في سبب. ابحث، ركز في التفاصيل في المسلسل، ركز شوف الأوفا حقه، شوف التفاصيل اللي مر فيها، شوف كيف طفولته، شوف كيف ماضيه، شوف ايش اشياء اللي يحبها، شوف الاشياء اللي ناقص. يخرب بيتك يا سياما ايش ذا. فايب لما نفكر في الموضوع ولما نبحث في تفاصيله فعلا في سبب ليش ليفاي قصير، مش مجرد كذا، ما هو شيء من دون سبب. بس والله الله يعطيكم العافيه، كيف بالله الحلقه ضخمه صح. الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو يا جماعه، لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. كان معاكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.